في وطن لا يعرف لطموحه حدودا إلا السماء، وخلف قيادة ملهمة لا ترضى بما دون الصدارة، تخوض السعودية ملحمة التنمية بهويتها وسواعد أبنائها، تصنع المستقبل لتمنح العالم طاقة موثوقة متجددة ومدنا مستدامة وصناعات مبتكرة. أفكار إبداعية ومفاهيم جديدة تظهر حبكة التفاصيل وجودة التنفيذ وتحقق الإنجاز في المشروع. مكونات النجاح كلها لدينا، لدينا القدرة القوية والعقول القوية في السعودية، سواء كانوا من الجيل الكبار أو جيل الشباب، لدينا التخطيط الجيد، لدينا القدرة المالية أن تحقق هذه الرؤية وتعملها، لدينا الشركاء الأقوياء داخل السعودية وخارج السعودية في كل مجالات تحقيق هذه الرؤية. السعودية من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل بما توفره من فرص استثمار فريدة في قطاعات مختلفة. الوفرة في مواردها الطبيعية والتميز في موقعها بما يحمله من مكانة استراتيجية في قلب العالم الإسلامي يهيئ لها عوامل النجاح الاستثماري بشكل كامل تكاد تنعدم معه المخاطرة، وخاصة بعد إطلاق رؤيتها لعام 2030. المدينة المنورة إحدى أهم الوجهات الاستثمارية التي تسجل معدلات نمو كبيرة سنوياً، وسيتضاعف هذا النمو مستقبلاً مدعوماً بتوجه الرؤية السعودية في رفع أعداد المعتمرين والحجاج إلى 30 مليون عام 2030، وهذا يبرز الحاجة إلى إطلاق استثمارات جديدة في قطاعات البنية التحتية ومشاريع الإيواء والسياحة والفندق. طيبة للاستثمار بتاريخها العريق الممتد لأكثر من 30 عام، والغني بالمشاريع الناجحة والاستثمارات المتفوقة، تواصل رحلة البناء لعدد من المشاريع العقارية الفريدة بالشراكة مع بعض الأسماء الاستثمارية والتطويرية العالمية هنا في المدينة المنورة، وخاصة في المنطقة المركزية، بما يعزز جودة الحياة للسكان ويرفع من مستوى البنية التحتية الأساسية للسياحة في طيبة الطيبة. طيبة، طبعا الاستثمار هي تأسست منذ ما يقارب 30 سنة، يعني مع تأسيس فكرة المنطقة المركزية، التنظيم الحديث لمنطقة الحرم النبوي وما حوله من خدمات، تأسست معها شركة طيبة كيعني أحد الأدوات الاستثمارية اللي من خلالها تقدم عمل مؤسساتي لإنشاء الفنادق والمراكز التجارية على الأصول يعني فنية عالية جدا وبمستويات ترضي حقيقة طموح المسؤولين في هذاك الوقت. بدأت استثمارات وبدأت في تقديم الخدمات المميزة إلى اليوم الحالي. خلال هذه المسيرة أيضا أضافت عدد من الاستثمارات، طورت هذه الاستثمارات ولا زالت مرحلة التطوير حقيقة يعني على قدم وساق. الآن احنا في طور مسار تطوير كل هذه الاستثمارات اللي أنشأت في فترة سابقة. بعد كل هالتجربة هذه وبعد كل هالتعديلات، الأهم واللي يراها المستفيد النهائي هو التشغيل،
وطريقة التشغيل. احنا يمكن مثل ما شفتوا في او حتشوفون ان شاء الله في مشاريعنا الجديدة اللي في المنطقة المركزية واللي تحت التنفيذ الآن، احنا الآن وقعنا مع مشغلين عالميين. هذه يعني من الأساسيات اللي نبحث عنها واللي نرى انه في احتياج كبير في بالذات في المدينة المنورة وفي المنطقة المركزية لتقديم خدمة مميزة وعالية. المنطقة الشمالية للمسجد النبوي الشريف بالكثير من الاستثمارات، خاصة في دور الإيواء والخدمات الفندقية. تضيف طيبة للاستثمار استثمار جديد لهذه المنطقة المركزية بإضافة هذا الفندق من فئة الخمسة نجوم على مساحة أرض تزيد عن 2000 متر مربع، لتضيف تجربة جديدة لزوار المسجد النبوي وسكان طيبة الطيبة. حياك الله أخوي عبد الله. إحنا اليوم هنا طبعاً بإذن الله في الجولة الجديدة والدورة الجديدة لاستثمار طيبة العقاري في بإذن الله تعالى في فندق شيراتون، واللي يعتبر هو أيضاً من أقرب ما يقعان لساحة المسجد النبوي الشريف الشمالية. إحنا الآن في شمال المنطقة المركزية، وهو عبارة عن بإذن الله مبنى فندقي يتكون من برجين متقابلة على أرضين تبلغ مساحتهما الإجمالية 2000 متر مربع تقريبا. كما يتميز بتصميمه المنفرد الذي يراعي ويحاكي العمارة المعاصرة من حيث التصميم والمواد المستخدمة والأنظمة الموجودة فيه. يتألف المشروع من 21 طابق عبارة عن برجين، برج رقم 1 وبرج رقم 2، يحتوي على الطابق الأرضي وطابق الميزانين و14 دور متكرر. تحتوي على 435 غرفة فندقية وجناح. أيضا سيكون هناك بإذن الله تعالى جسر يربط ما بين البرجين، والمميز فيه بأنه حيكون على ارتفاع ملاحظ من كل الاتجاهات من الدور 11 إلى الدور 13. حيكون بإذن الله تعالى يعني مكان للخدمات والاستقبال، وأيضا لمطعم على مدار الساعة بحول الله تعالى، يوفر إطلالات جميلة على المسجد النبوي وساحاته، ويوفر أيضا إطلالات على الجهة اللي هي الشمالية واللي في نهايتها جبل أحد، الجبل المشهور في المدينة المنورة. طبعا مشروع فندق الشيراتون تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر وأعمال السند وأعمال سحب المياه الجوفية، وكذلك الأمر أعمال تجفيف الموقع. وبإذن الله المقاول الرئيسي بدأ العمل في الموقع، ووفقا للبرنامج الزمني المتوقع سوف تنتهي جميع الأعمال للمشروع ويتم افتتاح المشروع في الربع الأخير من سنة 2025. على بعد أمتار من المسجد النبوي الشريف وبالقرب من مشروع فندق شيراتون طيبة الواقع شمال المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، تواصل طيبة للاستثمار العمل في مشاريعها لزيادة السعة الفندقية للمنطقة المركزية بالمدينة المنورة من خلال إنشاء مبنى فندقي جديد هنا في الجهة الغربية من الساحات للمسجد النبوي الشريف. بفضل الله هذا المشروع الآن يأتي في المرحلة الجديدة لطيبة بتوجهها الاستثماري الجديد، ألا وهو التركيز على التطوير والاستثمار العقاري. اليوم زي ما تشوفوا في ورشة عمل قائمة على قدم وساق في هالمشروع. المشروع زي ما ذكرت عبارة عن فندق 4 نجوم،
وشافل ان شاء الله حيكون اكر هو الاوبريتور. يقع المشروع على ارض مساحتها 1822 متر مربع. يتميز المشروع بموقعه القريب للمسجد النبوي الشريف. يتميز المشروع بتصميمه الحديث حيث يضم العديد من العناصر المعمارية التي تتماشى وتراعي العناصر المعمارية للمباني المجاورة والمحيط العمراني الموجودة فيه. يتكون من تقريبا 13 طابق متكرر وأربع أقبية بالإضافة للميزانين والدور الأرضي. حيكون بإذن الله في مطعم مركزي، حيكون بإذن الله تعالى في مراكز تجارية ومحلات تجارية بسيطة. عندنا طال عمرك بإذن الله تعالى مستقبلا فيما يتعلق بموضوع التشغيل مدخلين، مدخل رئيسي ومدخل جانبي. المدخل الجانبي هذا أبدا عبارة عن كأنه متصل بالساحة الغربية للمسجد النبوي الشريف. هيكون بإذن الله فيه 395 غرفة وجناح فندقي من فئة الأربع نجوم، هيقدم بإذن الله تعالى تجربة جميلة وخدمة جميلة لزوار ومعتمرين وحجاج اللي يزوروا المدينة المنورة. وجود المشروع داخل حدود المنطقة المركزية بطيبة الطيبة، بالإضافة إلى أهداف طيبة للاستثمار في خلق تجربة فريدة لضيوف الرحمن هنا في المنطقة المركزية من خلال إقامتهم في هذه المباني الفندقية. كل هذه الاعتبارات وضعت أثناء تصميم هذا المشروع ليكون تصميماً عصرياً بهوية المدينة المنورة. الفكرة التصميمية يعني بدأت بعدة خيارات طال عمرك، خيارات تتعلق اليوم بالمواد المستخدمة وخيارات أيضاً بشكل المبنى وواجهاته بالتنسيق التام، وطبعاً تحت إشراف وخلنا نقول شراكة مع هيئة تطوير المدينة المنورة اللي يعني تفضلوا مشكورين، هم اليوم بيقودوا عملية التغيير اللي بتحصل واللي بتشوفها كمباني حديثة اليوم بدأت تأخذ طابع الحداثة عما كانت عليه في السابق. زي ما تفضلت يعني اليوم المنطقة وخلنا نقول الطابع العام لها في بداياتها كانت أخذة بشكل يعني تصميم يناسب الفترة الزمنية هذيك، وكان عبارة عن خلنا نقول مرحلة انتقالية ما بين خلنا نقول المدينة زمان والمدينة بطابع جديد عند توسعة الملك فهد رحمة الله عليه للمسجد النبوي الشريف والمنطقة اللي محيطة به. كان في تركيز على موضوع الرواشين وما يرتبط فيها كعمارة في منطقة المدينة وفي الحجاز ككل. اليوم أصبحت الرواشين هذه مأخوذة في الحسبان لكنها بطريقة أو قدمت بطريقة حديثة طال عمرك. يعني اليوم أنت ما تشوف في مبنانا هذا بإذن الله أنه رواشين ولا ترى زجاج، لا بترى أنه تداخلت عملية الزجاج مع الرواشين. جوار المسجد النبوي الشريف حيث السكينة والروحانية، يكون العمل فيه بأساليب مختلفة وبمنهجية تراعي خصوصية المكان وتحرص على سلامة قاصدي المسجد النبوي الشريف، وخاصة وأن طوال العام يمر من هنا الملايين باتجاه المسجد النبوي، وهذا في حد ذاته يشكل تحدي على مشاريع المنطقة المركزية بالمدينة المنورة. لا يخفاك يعني المنطقة الشمالية احنا اليوم بين عدة فنادق ضخمة بتستقبل يعني مئات الزوار يوميا وحركة تفويج للزوار والمعتمرين تم مراعاتها بشكل دقيق في تنسيق عالي ما بين جميع الجهات اللي موجودة وبتقدم الخدمات في هذا الجانب، من دفاع مدني، من مرور، من أمانة، من هيئة التطوير. بنعمل وفق خطط مدروسة بنتفادى فيها أي ساعات بتحقق إزعاج للزوار أو للمعتمرين، وبالتالي يعني الآن في تجربة الإنشاء أبداً الزائر لن يشعر بأنه في ورشة عمل في الأرضين هذه جالسة يقام فيها مبنى أو برجين فندقيين. تمتلك المدينة المنورة إرثاً عمرانياً فريداً وهوية تاريخية إسلامية، والمحافظة عليها بل وتعزيزها في مشاريع المنطقة المركزية هو أمر في غاية الأهمية، لذلك
تعمل طيبة للاستثمار على إضافة خطوط عصرية في مشاريعها هنا في المنطقة المركزية مع المحافظة على الهوية العمرانية لطيبة الطيبة. طيبة من الشركات القلائل اللي حقيقة تصرف مبالغ أنا أعتقد أنها جيدة في مرحلة التصميم وتتجه إلى مكاتب كبيرة في 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 المجال هذا. المكاتب هذه دائما تعتمد في تصاميمها على المنطقة والثقافة، فنبذل جهد كبير جدا مع المصممين في إعطائهم كامل التصور عن رحلة الزائر وعن ثراء المنطقة هذه، عن ثقافتها، عن من جوانب الثقافية أو الجوانب الدينية أو الجوانب المعمارية. فكل الأشياء هذه في مرحلة التصميم احنا نشاركها مع المصمم. كل تصاميمنا والله الحمد اللي طلعت الآن فيها جزء كبير جدا من هذا الثراء اللي موجود في تحديدا في منطقة المدينة المنورة، واللي يهمنا انه الزائر او الضيف في استثماراتنا، الساكن في استثماراتنا، يكون يعني يعيش التجربة الحقيقية من ثقافة وتاريخ المدينة المنورة. المحافظة على الموارد وضمان كفاءة عالية في التشغيل هو من المفاهيم الهندسية التي تعززها طيبة للاستثمار في مشاريعها، خاصة هنا في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف، بما ينعكس على جودة هذه المنتجات العقارية واستدامتها. لا نعمل حقيقة فقط على الكم، ولكن يهمنا أيضا الكيف، لأنه نعتقد أنه يمكن تأمين غرف وتأمين أسرة قد يكون ليس بالأمر الصعب، لكنه أيضا نقدم خدمة لفئات عالية، فئات تطلب إقامة جيدة، تطلب إقامة متناسقة مع حتى المعايير العالمية في السياحة. ليس من الضروري أن من يعني يفد إلى الحرمين الشريفين أن يقدم تنازلات لكي يسكن في فنادق المجاورة. حقيقة نأمل أن نقدم الخدمة المتكاملة الفندقية، إضافة إلى تمتعه بمجاورة الحرم النبوي الشريف. تعيش السعودية في ظل رؤية 2030 عصراً ذهبياً يوفر فرصاً استثمارية غير مسبوقة في كل المناطق وفي كل المجالات. وهنا في المدينة المنورة تعزز طيبة للاستثمار كذراع وطني استثماري بمشاريعها التطويرية مستوى جودة حياة السكان في المدينة المنورة، وتسعى لتقديم تجارب إبداعية جديدة للسياح والزوار، كما تواصل استثمار الفرص الواعدة في المنطقة. إلى اللقاء.